بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قيش كبران خشتبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدو خلاك تشويدا خلاك أولي ما بحث مسؤولياتي كر وأمهمي بربرسين وتبسياش ما خلاك هيتا كرن خلاك دويدا أمهمي ما قد بربرسين بس كت كتا دي بسياش ما هيتا كرن أم بيفت جريداينا ام همی بیگو تبه بار خوب دینه بر و مسئولاتیه و هی ایکش ما واجب خراب بیتن و دی رجا قیامتی کت کتا دی حساب دیل مهی تکرن اوی خلاکیب هاری کاریا خود تعالی دهین دیار کن و ام کمالگه ام بسلمان مجتمع بسلمانا و ام چند محتاجی هندینه و ام رابین امر چاکی و نهی خرابیه هكي أمبين برخب ديني تاريخ بخينو وبرخب دينا قرآنه وبرخب دينا فرمودة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي بين خود تعالى پیغمبر ديف پیغمبر يفرعي كري حرقافك خود تعالى ديت با ملتك سردا چول مساري دركت پیغمبرك بفرعي كري بل كجل جرا دو وحتى سي پیغمبر نفسي جه يهدبونا يتبيق ويتهبونا ويتربوا في واجبي هروكي رب العالمين سورة ياسين بيشت واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون حتى دي مهيكي بس آخر پیغمبر كمحمد صلى الله عليه وسلم آخر پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وچه پیغمبر دي نهنا هنارتنو فريكرن باشه پاکیب دوره پیغمبر عرب بید هر گاوه که انسانت مصلح یت علما یت زانا یت چاگ رابون دوره امر معروفی و نهی و منکری برای عالم بدون قنجی و خیر و چاکی مسار و ریکا و اندرس کن بین نسر ریکا راست و درست او خودت علا پیغمبر پیفره کری او گاوه یپ واجب پیغمبر عرب بن وقتی واجب پیغمبر عرب بن معنوی خیروا ها نزیک پیغمبر بلکوم ملواب ملوان و لوا هر بره خبد قرآن و پیروس مروت مصلح ی چاکساز ملوان گل عردای مل پیغمبر و نای هر وکی پیغمبر خو اشارت کری گوت که العلماء ورثت الانبیا هندی که زنانه ورثت پیغمبرانه میراد گرتوانه و بیشتی پیغمبر دینار و درهم پشتی خونه هلانه و اینما اف قرآن هلی اف سنت اف علم هلی او پیغمبر وقتی بلافت کن او میراد گیرید پیغمبرانا صلوات خود دلسته همی پیغمبرابن و رب العالمین آیت که بیشته این الذین یکفرون بی آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اویت وکو کفری با آیاتت خود تعالیت کن قرآنت کن و بوان پیغمبرت خود تعالی فریکیت کن و محاوله کشناوات یا نوان پیغمبرات کجن و کواند کجن اوید وکو یعمرون بالقسط من الناس اوید رب بری عالم بدنه ورک وان پیغمبرات بری وابدنه عدالتی و قنجی و خیره ملوان ملت پیغمبرات بنا یعنی اوی پیغمبرات کجید واد کجید کرنه ایک معنی جرأت السر مروفت مصلح و چاکساز و بانگواز و علمات کت اوید بری عالم بدنه رک خود و پیغمبرات او دي پیغمبر راجي كوشتن و هر وكي پیغمبر كوشتی بي وقوتي فبشيرهم بعذابين عليم اجبال هندي خشكو برات رزدار اما بظالين افروكا چه پیغمبر دي بمناهن پا واجبه كيا واجبه ميا واجبه ميا ار کسا ملما بس شرف و قدر و قيمتا چين كي توي بواجبه پیغمبر آراد بي وقتی وكو تو بواجبه پیغمبر آراد بي تو بظان آخفناتا باشترين آخفتنا لو رب العالمين يقوتي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين باشترين دنگ باشترين بانگواز باشترين گوتن گوتناوان ابي بري عالم الدين خود تعالى وقنجي وخير وباشي صلاح الدين ودنيا
وجاء مبزان ها أفايا مجتمع يبي يجري دايا مجتمع أم همي بي يجري داينا أبيت وكو أبركب في واجب ربن ولازم أم همي بينا دعاة أم همي بينا بونجواس أم همي بينا مصلح هر إكل جيخو هر إكل ديف دوريخو ديف زانين أخو أو أو زانيتن أو أو زانيت ويقفي زانا أبت مروبك باشي وقدري وقيمتي خاصة وقت ويقفي أمد بين حال أمتي تشيه أمد بين كان فساد يا بلاوية أمد بين كان محاربة ديني خود تعالى تتكلم طب زانا الصراع مستمرة همي قضى ما بينه حقي وباطلي هكا تهيلا باطل بكيف خوب كبيتن دي سرش مخرا قصدينيتن دي همي بينا دي بلان كت باطلي دي ولهين شوا قومي لوطي قوتي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لوطي جمعة تدار بيخن أو حاش باقجيت كان بيجاتي هوانا كان جلك أبركي تي حس كان روفيت باش يتباقش يتحس بيجاتي ناكن حاش ويخ بأخلاقي هوانا كان بجنزيكا خوشي خلاص كان بكوشن دار بيخن هم يودي كان بس هكا حقيه بشتابانت خوهبن حقيه دفاع كريت خوهبن قوة هبت هس هبت ويقوه أبا جرأتنا كان لازم أم همي بشتابانت حقيه بين هر إكيب دوري خو إكيب قوتنية إكيب مالية إكيب بشتابانية إكيب إعلامية إكيب همتش تدخو وأعد لهم من ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله هميش شانا لازم بدينا شولي دا دجمن جرأت السرحقينا كان دا دجمنش كنت خوية طالي درنا كبن وما جيب كنا وكنت طالي فدي ماهيكي وجاء مبزانين شوى پیغمبر صلابت خود السابن قلت بدأ الدين غريبا أم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ باشي قلت فطوبة للغرباء إسلامي دس بكري يا غريب غريب چه مروفت كيم أخف نوا يا غريبا نافي الدي ودي زفري تفجرك دي يا غريب بس قلت فطوبة للغرباء خوزيكت غريبة غريب كنا قلت الذين يصلحون ما أفسد الناس أو ما أفسده الناس غريب أون أي بواجب إصلاح رب أو فساد عالمتك برسينك وراوستن وإصلاحتك جبال هندي حيوكيد حديث الدريج دهاتي بيغمبري صلاة خود السابن قلت وددت لو رأيت إخواني خوزيكم برؤية خديد بانا حديث الدريج دي ما هيكت بيشتي خيروان بدلا بينجيه صحابت بجنه بينجيش ما أم بينجيشوا بجنه بل منكم بيغمبرت بيشيش هوا چانجرت بشتي بل منكم بوچي سبب أبايا بشتي لأن لكم أعوانا على الخير وليس لهم أعوان على الخير هوا هاري كاريت باشيت مشانا بس دي روجاكيت هاري كاريت باشي وانا نينا أبروكا كابشتا بانت حقية كابشتا بانت باشي أميد بينين بشتا بانت خرابي چندت مشانا پيچ امرو وكا دهيتن عن هيفا ويفا دهين چند پاراج صرفت كان وچان استقبال بوتي تاكرن بس بلا مرو وكي قنج بيتو خير خير بيتو بانگواز بیتو داعی بیتن دی بینی دی چان عرقلا بو چیکن دی چان آستانگا دان نبل سینگی و ید مجتمعی دا اوه کلیم آخری نبیجیدن شبر هندی راستی ام بزانین مع الاسف الشدید ام خدانت خوفی دینی و ام بین ریگر اف دین بلا بنا بیت و ام هر بسلمانین نزا چی اسلام اسلام اوه درستایی حیاتا ما استسلام بو بو وی منهجی بو منهجی خود تعالی ام کسی کافر ناکن بس درجاتن فت اما بزانين قالك جرد بري خدر علمانيات غربي علمانياتك محايده حياته خربت بت ديليش ديني راسته بس نوبت الرجل الديني تشاو بخراب يا حره او جي حره باشي جي حره بس مجتمع مدى شرق الاوسط ديبيني باشي نايله حريته ورجيت وازادي ورجيت خرابي جي بشتفان وحريه قالك يا هي تفت ام بسلمان همي محاولات تخبكين قوتك وهزك پیدا کن دارز و احترام المبیت اگرتن دا جرأت السر خراب یا منه تاکرن جبل هندی تفید ام چنتنا مجتمعی دا ام اصلاح مجتمعی بکن ام بری واب دینا قنجی ام نچین هر وکی واب دین مبکنت کنکا بس یا مزگفتی با و تی کلا مجتمعی نکن و دی ماهی که مزگفتی سری مدا بین نخواره وقتی روش حلات و بوان مجال چه بو آواکن ها مزگفتی دو جهان بد وکرنین هر که علمات بجنی یا مادی كو بجني أفاكينا ويا جون وطازة يا ديب علمي وعبادتي وأفايا أم أفاكينا بمزقفتا وصبالي جحيلة بنا في مزقفتي أف جحيلة تجي أف مزقفتا تجي جحيل ببن تجي عبادت كار ببن قرآن خين ببن علم وزانز ببيتن أفايا درستا وجا
أفيا هكو بيغمبر بشتاء المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن خضان هزو بقوة تشترش يا ضعيف منو في لواص يخوب خويا منو في قوي قوية معنوي هي جريئة حق يزانت حق يدبجت بشتبانا حق يدكت وحق يبلافتكت بشتبانا ديني خود تعالتكت أفيا منو في بسلماني حقيقي منو في وكو جرأتنا بدو كلمة خير بجت چه خير تويدايا خيرك ضعيفة بل كي بخوت تنيت جيتنا أمنو بيشني خير تيدونا بس خيرك جلك ضعيفة شبال هندي رب العالمين واختيب متحد بسلمانا كيري قلت كنتم خير أمة أخرجت للناس هن چترين كما الجهن ومجتمعن أمة هاتنا تشيكنون داري خستن بو إنسانا سبب أباه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أمر معروف نهي ومنكر دانا بري إيمان بخود تعالى معنوين إيمان دارن وبرع عالم الدنا قنجي وخيره لازم أها مسلمان مجتمع بسلمان دا أم تخصابين أم باورداربين دا أخفنا خود تعالى بجهبينين وقت أمر الميكري قلت ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر شكي صفة مجتمعكم الجه بسلمان الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واختم أو سريخست صفة خصلة صالوختكم الجه مجتمع بسلمان كيشكا نبيش جهوية دا تتكرنو بجماعات ريكو بيكيو جوانو طازة زكاة مالخو درزدن وأمر معروف كان ونهي منكر كان ويجا خيريتا في أمتي باشيا في أمتي يبترابونا في مهمتي أمر معروف هر قافك ما أف تشتهيلا أف خيريتا منام أف شاكيا منام چوا خود تعالى أم پیغمبر صلاة خود السابن بحث آياتك كتن سورة مائدة وقت بشتي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون آيات غير بحث كيف بحث بني إسرائيل يا سببي كتناون حضارته ودير كتناون واش رحمه خد تعالى ديار كتن هو أمر معروف نذكر ونهي منكر نذكر وبيغمبر بيجيتن دا ظلام كهتا ظلامي دا بيشتيا فلان كس أبا خلتا نكا و در رجا پاشتر گهیتی هر دا بشتی دا و نکه هر دا کت ند بمانع دا خوشوی و تقیند آنجی خوش جدا کت آن خوش عاجز کت هر دا تکلیاوی کت و تجارت دا شولتوی داد گلوی دا و دا على اساس جیک عاجز نبن دیمایی که خود تعالی دا وکر آبادت و دا بتا سببی دوباره که و دا دجمن استر و مسلط کت و دا هر ایک دا دخواز و قوت و هزیج دجمن خود کتن داش برای خودت و جا وقت وان وکری خود تعالى لعنت ليكر وبيغمبر بيشتي كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد ظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم نعوذ بالله بيشتي أزف خديكما وبتأكيد لتأمرن لا ما تأكيدي وواسندي ونونا تأكيدي أمر معروف هنديكا ونهي منكر كان ودي دست ظالمي جرن نهل ظلمي بكت ودي هر قبا كل حقي دارك دي زفرين حقي ودي هل سر حقي راوستي حكر باشي خد تعالى دي لعنات الهوى كت هر وكي لعنات الوانكري ويوش ياش ما دينينا أصحاب السبت بني إسرائيلي وحضارته وقت خد تعالى أو جرفان دي سورة أعراف بخينا وقت تجاهت بحث أصحاب السبت كو خد تعالى أو من عكرن أمر وكر روجا شنبين تيرا ماسيانا كان حيلة كرن حيلة جهرة تفسيرا دايت قوتي كاتش كيريا ودي ما هي كي هندكا قوتي أفنا كان وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله أو مهلكهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أبي كارينا كان هندكا قوتي بلا خجيبا كما هو شلوبيا فاشي أبيت أمر معروف كي نهي ومنكري كي قلت هكا تشنا بيتن بل كي هندي بخوب هشي ما بن آنجي دل دف خود تعالى معذور بين ودي ما هي كي وقت خود تعالى بين هيلاكي أبيت كاري خلت كي صصة دي بين هيلاكي أبيت أمر معروف كي خود تعالى خلاص كرن أبيت خبيدين كي خود تعالى بحسي ونكري جالك علامات بجن أوجي بين هيلاكي بس آنجي تشي قيمة أخونا بيا خود تعالى بحسي ونكري وجا مفروض أما بزانين جالي خشكو برا هكذا أم دوري خو نرابين
ويغاو بزانة دي خرابي عام بيت ودي جهتا منوتا لوا خد تعالى بشتي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وبيغنبر صلاة خد السابن بيجيت حديثا كده إذا رأيت أمتي أن تهاب إذا رأيت أمتي أن تقول أن تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها هكا منهم هكا أمتا من طرسيان برسنك الظالم الراستن وبجني يا ظالم ظلمناك يا زردر زردر يا خناك فاتحك السروة بخينا خير خاطر خوش وانا بخازة وعايشة چد بيجيتن بيشتن پیغمبرت بيشت اي قلي انسانا امره چاكي يبكن ونهي خراب يبكن بري بري كو والهوا بيتو جشنك هن دعا بكن خود تعالى جوابها ونادت وهين دخازة هاري كاري يبكن خود تعالى هوا سرنا اخيد معناوه هر قابك مدفتن خود تعالى مسر بخيد هاري كاري مبكت لازم همي طاقات تخو صرف كين بو چاكرنو چاكسازيا مجتمعي كومال جهي هكوش نيكا طاقات مخلص بون خود تعالى تتدخلكت هر وكي بشتبان يا پیغمبر هاي كده پیغمبر خود بون خود تعالى پیغمبرت خو سر نه خستين حتى همي طاقات خو صرف ناكدي وقت دي مو هيكيش نيكا خود تعالى بسر اخستي وخود تعالى بيشتي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى ولي عطي پیغمبرت قلتي يا ربي فاكنجي حتى كنجي معنى طاقة خلص صرف كن همي طاقة تدخو وتهر حياة پیغمبر بخينا يا پیغمبر صلابت خود السربن كاچوان خط وسطا ودي مو هيكي خود تعالى تدخل كرو سر اخست چنكي همي طاقات خو صرف كرو خدا خود تعالى جي او سر اخست چنكي مبدأ قانينا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم هر قابا هين هاري كارت خودي بن بشتوان الدين خود تعالى بن هاري كاريا سر اخستنا الدين خودي بكن خود تعالى ده هو سر اخست سر اخد وچه جرا خود تعالى مخالفة وعد خناكت بس امي مخالفت كن وامي صستيت كن يا ربي تهمتي وقوتي وهزي بديما ام حقيب بيجين وبشتبانيا حقيب كين هميش يانت خو همي طاقات خو اخو نت خو مال خو عيال خو همي هز قوات خو وتما سر بخي هر وقت پیغمبرت خو سر اخستي والحمد لله رب العالمين.